التسوية قائمة على أساس حدود 4 جيران، وبالتالي لما بتكون التسوية على حدود 4 جيران الرئيس بفهم وإحنا بنفهم والكل بيعرف إنه لا يمكن تحقيق الفكرة الملهمة أو الهدف الكبير دفعة واحدة. إسرائيل إذا انسحبت من القدس، إسرائيل إذا خلعت المستوطنات 650,000 مستوطن، إسرائيل إذا زاحت الجدار، إيش إسرائيل بيكون؟ إسرائيل بتنتهي. مين اللي هلأ منغاض ومنفجر ومنفلب وزعلان؟ نتنياهو وليبرمان وأوباما والزبالة هاي كلها. طب ليش احنا ندخل في هالموضوع؟ طيب سيد عبد، يا أخي لازم نفرح لما نشوف زعلانة إسرائيل سيد. فأنا رأيي إذا جيت تقول بدي أخلعها من الوجود، يا عيني يا عيني وضع صعب. مش سياسة هاي ومتحكيش للعالم، احكيها بينك وبين نفسك كده. نعم. أما بدك أنت قرارات الآن اللي الكل موافق عليها بدي إياها. أنتوا يا عالم يا رباعية يا أمريكا وعدتوني وطلعتوا كذابين.